ببارك لجماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، وببارك لمجلس اداره والجهاز الفني بحصول النادي الاهلي على البطوله 41 اللي هي كانت الناس في نسبه شك كبيره جدا جدا البطوله هتبعد عن النادي الاهلي، ولكن هناك توقف ان لعيبه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي قدر يستفاد من هذه الفتره، وقدر يستفاد من اللعيبه، وقدر يستفاد من المواقف اللي هي دائما يتمتع بها مجلس اداره النادي الاهلي، وكسب البطوله 41 بالرغم من ناس كتير جدا كانت بتقول ان البطوله رايحه لنادي الزمالك. احنا كانت ماتشات متاجله واحنا في الترتيب كان وحش قوي بالنسبه للنادي الاهلي. انا كنت دائما اقول النادي الاهلي نادي بطوله، النادي الاهلي هياخد البطوله. كنت حتى يمكن في استوديوهات تحليل كنت بقول النادي الاهلي هياخد البطوله. ليه؟ لان النادي الاهلي بيستفاد من اي موقف. النهارده الاهلي بيستفاد من مواقف دايما بياخدها بايجابيات، وبيستفاد من هذه الايجابيات وبيجهز لعيبته، والجهاز الفني بيجهز لعيبته على اساس ان احنا نستفاد من سلبيات اي خصم او اي منافس، بنستفاد من المواقف دي. عشان كده لعيبه النادي الاهلي انا كنت مراهن على انه ياخد بطوله الدوري رقم 41. هو طبعا انا يمكن دي برضو بترجع لي زي ما قلت لك مجلس اداره. اولا مجلس اداره كان فيه استقرار على مستر لاسارتي، ما كانش فيه اي قلق، ما كانش فيه اي شيء من التخوف. الجهاز الفني ما خد الثقه، ادى اللعيبه الثقه. اللعيبه زي ما قلت لك اللي بيرتدي التيشيرت الاحمر لازم يبقى عنده روح بطوله، يعني جاي النادي الاهلي يبقى عندك روح بطوله، لازم تتعود على البطولات. فدي يمكن العوامل اللي ساهمت اخيرا، يمكن بعد اللعيبه ما ابتدت تتفوق وتبتدي تفوز في مبارياتها ابتدينا الحمد لله نخش في قمه الجدول، فدي ساعدت النادي الاهلي ظروف كتير قوي. نادي الزمالك يمكن حصل له دروب بعض الماتشات، ودي برضو من العوامل اللي ساعدت النادي الاهلي ياخد هذه البطوله. كل واحد بيبقى حسب انتمائه، يعني هو كل واحد حسب انتمائه. يعني في ناس كتير قوي للنادي الاهلي كانت ماتشات متاجله، النادي الاهلي كان في ترتيب ثالث ورابع ومش عارف ايه، والناس قالت لك لا ده النادي الاهلي خلاص كده، الزمالك حسم البطوله، النادي الاهلي مش نادي بطوله السنه دي. ولكن الواقع انا كنت بتحدى الناس كلها، الواقع ان النادي الاهلي نادي بطوله، والحمد لله النادي الاهلي خد هذه البطوله عشان الناس دي بس ايه دائما تتذكر النادي الاهلي نادي بطوله، ودائما تتذكر النادي الاهلي الفاينل ستيب بتاعته ايه، الفاينل ستيب بتاخد بياخد بطوله، مش النهارده مجرد ان انا ماتش او ماتشين اتعادلتهم او كنت بعيدا عشان في ماتشات متاجله. ناس بتحكم على الامور بدري، لا، اللي عايز يحكم على الامور يحكم النادي الاهلي لما بيستمر وبيركب قمه الجدول ما بينزلش الا بقى للشديد قوي. والله بس انا الحمد لله وقت انت عارف في فترات اعدادي ابتدت لفرق دلوقتي، ولسه طبعا فرق ان شاء الله بعد العيد هتشتغل لان بطوله المناطق، ولكن اللعيبه دائما انا بتكلم معاهم دايما يبقى عنده روح بطوله، روح التيشيرت الاحمر دي مهمه جدا، بالرغم حتى لو الاداء الفني بتاع اللعيب 50%، ولكن انا بيعجبني اللعيب اللي عنده رجوله وعنده اداء وعنده حب للفانيلا الحمراء، دي بتعجبني قوي. فالرساله دي ان شاء الله انا هوجهها للعيبه في بدايه ان شاء الله الموسم، على اساس ان البطولات اللي احنا داخلين فيها ان شاء الله يكسبوها، وتبقى دائما بروح الفانيلا الحمراء وتبقى روح اللعيب وادائه وامكانياته الفنيه. والله بس الحمد لله التنظيم السنه دي يمكن كان تنظيم هايل، يعني انا كنت مقتنع بيه جدا، والحمد لله كل الاجهزه الفنيه اللي معايا كل العاملين في قطاع الناشئين ساعدوا في الحته دي والعمال وكله. ليه؟ لان احنا برضو يمكن السنه اللي فاتت كنا عاملين على ملعب الاكاديميه طبعا في ظروف دلوقتي هدينا عشان يعملوا نجيله جديده، ولكن استثمرت ملعب 4 لان ملعب 4 تقدر تحكمه، حتى في اولياء الامور اللي جايين من بره تقدر تحكمه كويس، عملنا لهم مظله تحت ورا ملعب 4 على اساس الناس يبقى فيه ارتياحيه حتى في الاوقات في ظل عشان الجو كان حر، والحمد لله اشتغلنا ملعب 4 نجيله طبيعي، والناس كانت سعيده جدا بالتنظيم. الملعب حتى تنظيمه كان رائع هايل، وان شاء الله الفتره اللي جايه بدايه من يوم 3/8 عندي التصفيات النهائيه للمحافظات والاختبارات العامه واعضاء النادي، ودي ان شاء الله تستمر لحد 19/8 ان شاء الله. الحمد لله مقتنع دايما المراحل السنيه، في مراحل سنيه لازم بتاخد 10 دقائق و10 دقائق، في مراحل سنيه تاخد ربع ساعه، لان الولد جاي من اجازه، يعني الولد جاي من اجازه مش هيبقى فيت 100%، فانا براعي الحته دي، حتى بنديهم كل واحد كوره او كل اثنين كوره بيسخنوا بيها في الاول، على اساس ان برده حته رهبه الاختبار ان دايما جاي تحت ضغط الاختبار بيخايف، فاحنا بندي له الحريه وبنقعد نتكلم مع الاولاد يلعبوا كوره جماعيه وعشان نهيئ الولد النهارده ان هو في الاختبار لو عنده حاجه يقدر يظهرها. فالحمد لله كان في ارتياحيه حتى من الناس كلها الحمد لله، واحنا الحمد لله يمكن استثمرنا برده الاختبارات دي يمكن في عدد كبير جدا. احنا مش عايز اقول لك في مراحل سنان المحافظات والاختبارات العامه والاعضاء واخدين حوالي 1600 واحد.
ودول هنبتدي معاهم ان شاء الله المرحله الجايه، مرحله التصفيه النهائيه ان شاء الله. والله اتمنى طبعا الجماهير واعضاء النادي الاهلي تكون سعيده بقطاع الناشئين في النادي الاهلي، بالرغم ان احنا قليل جدا دلوقتي الناشئين اللي بتطلع يمكن الدرجه الاولى، ولكن عندي الحمد لله ناشئين كويسين دلوقتي. اتمنى ان شاء الله الفتره القادمه ان جهاز الفريق الاول دائما يبقى ليه نظره موضوعيه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، في لعيبه كويسه وتستحق فعلا ان هي تاخد فرصه في الفريق الاول. لا الحمد لله يمكن فرق الشباب عندي لعيبه كتير دلوقتي موجوده، عندي حتى في الانديه الاخرى لعيبه كتيره موجوده، لان زي ما قلت لك لاعب النادي الاهلي دايما بيحب النادي الاهلي، بيحب التيشيرت الاحمر، حتى هو بره تلاقي روح فانيلا الحمراء، يعني حتى اللي ما بيلعبش في النادي الاهلي تلاقي روح الفانيلا الحمراء. انا ببقى سعيد جدا لما الاقي ناس كتيره، وكان معايا كابتن سعد سمير دلوقتي واسلام مظلوم، اسلام من فرق الشباب، وكابتن سعد سمير برده كان معايا في فرق الشباب، والحمد لله ده اللي بيلعب الدرجه الاولى ومنتخب مصر. واتمنى ان اللعيبه دائما ان هي عندها اراده قويه ان هي تلعب فريق